دقيقة واحدة، إذا كان ضيفك يقصد أنه هؤلاء هم تابعين إلى الدولة ومنضوين داخل أجهزة الدولة الرسمية ويأتمرون بقائد العام للقوات المسلحة، فكان الأجدر على أمريكا أن تطلب من القائد العام للقوات المسلحة بالذهاب إلى القضاء ومحاسبتهم، إذ كانوا قد اخترقوا القانون أو ارتكبوا مجازر بحق المجتمع العراقي أو حتى بحق بعض الشعوب العربية. أما هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية يتحدث عن أن الأمريكان يعتبرون هؤلاء الأشخاص هم مارقين وبالتالي ميليشيات، وهؤلاء الأشخاص قد يهددون السلم والأمن الدولي، وهؤلاء الأشخاص عليهم ملفات بمحاكم العدل الدولية وإلى آخره. فإذ كانوا هؤلاء الأشخاص هم مجرمين، لماذا تلتقي بهم السفيرة بين يوم وآخر؟ ولماذا تلتقي بهم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد وفي إيران وفي سوريا؟ فأعتقد الحديث الذي يتحدث ضيفك هو ضرب الخيال. هاي النقطة الأولى. الأمر أكبر من هذا الحديث. أدت عن يعني انت لازم انت مدى تتابع عقوبات الخزانه الامريكيه حقيقه؟ انت ما تتابع يعني ما تتابع حقيقه عقوبات الخزانه الامريكيه واستخبارات الخزانه الامريكيه؟ إذ أنا لم أقاطعك، أتمنى أتحدثي بما فيه الكفاية، وأنا كنت فقط طاغي لك. زين، بدنا نتحدث النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي نتحدث هو المفاوضات العراقية الأمريكية، وكذلك تأييد بعض الأطراف أو بعض الأحزاب المنضوية داخل الإطار التنسيقي إلى حكومة السيد السوداني. بعد زيارة بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إلى السوداني، أحمله بعض الرسائل من الإدارة الأمريكية. أولها هي ضرورة تخفيف حدة الصراعات في العراق، ومن ضمنها تقويض أو تقليص سلطة الفصائل وأذرع إيران في العراق، وعدم استهداف البعثات الدبلوماسية وحتى القواعد العسكرية اللي موجودة في العراق. هاي أول نقطة. والنقطة الثانية هي عدم تهريب الدولار خارج العراق، لأن هذا الأمر أقلق أمريكا طيلة الفترة السابقة، وإذا استمر الوضع في هذا الأمر فقد تفرض عقوبات اقتصادية على العراق، وعدم إعطاء العراق أمداده بالعملة الصعبة اللي يحصل عليها نتيجة الواردات النفطية التي يصدرها إلى جميع مختلف دول العالم. نعم. هذين النقطتين لم يستطع حكومة السيد السوداني، يعني وصل بمراحل على الأقل وخطوات متقدمة، لكن لم يستطع أن يعالج الأمر بكافة جوانبه. ونتيجة الاستهدافات التي قامت بها القوات الأمريكية، ونتحدث هنا بمطلق الصراحة، أنها انتهاكات تمثل انتهاكات صريحة للسيادة العراقية. أمريكا ليست الوصي أو الولي على العراق، وبالتالي يعني تنفذ ضربات وهجمات عسكرية في القائم والرطبة وبغداد وأربيل وإلى آخره، بالوقت اللي نمنع أو نستنكر ونسجب الاعتداءات التي تقوم بها إيران أو حتى تركيا على بعض المناطق في العراق وعلى شمال العراق. فبالتالي يجب أن يكون لدينا موقف حازم من الاعتداءات التي تقوم بها القوات الأمريكية على الجغرافيا العراقية نتيجة الهجمات الأخيرة التي شنتها القيادة المركزية الأمريكية في العراق والبنتاغون. هو الذي خلط الأوراق وعرقل أجواء التفاوض بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية، وكل حديث على انسحاب القوات الأمريكية من العراق قد نسف.